الناجي الأخير من الزلزال اللي ضرب مدينة جبلة، أنا والوالدة. كنت فايت على الحمام بالليل الساعة 4:30، بتجيني مثل دوخة بترجعني هيك لورا، إنه ما بتخليني أدخل على الحمام كذا، ولا بطلع هيك بلاقي أمي وأختي فاقوا وضامين بعض. بجي أنا كمان بضمهم وبغمض لهم عيونهم كرمال إنه ما يخافوا ما كذا، ولا بتطلع بلاقي الحيطان كلها عم تتشعر، حيطان البناية، وبتهبط هبطة وحدة كلها البناية فجأة بتفرط. نحن بنكون الطابق الأول نحن، والبناية 5 طوابق، صرنا الأوائل من تحت يعني تحت الأنقاض. انكبسنا هيك كلياتنا هيك جنب بعض تحت وتوعنا، ضلينا والله لحظات قصيرة حتى نستوعب شو اللي صار، شو اللي حتى عرفنا إنه زلزال يعني وكذا. قلت لي من وين نحن وين كذا، وأختي عم تصرخ وتعيط لأنه أمي زلزال وكذا، وإن شاء الله ما مطول بشيلونا ما بعرف شو. كان بعد الساعة يروح صوت لأختي يعني طيب. هون أنا ببقى فت الأعصاب كلياتها خلص، ببقى عندي شيء يعني قلت خلاص يعني سلمت أمري لله وهدية لأمي. صرت إنه بس بدي هدية لأمي كمان، ما قلت لي إنه ليش اختفى صوتها إلا إنه نامت وكذا، ما بدي خوفها ما بدي زيد عليها، بدي حاول نسيها أي شيء. وقلت لي إنه جري وجري وجري يوجعوني وجري ينقطعوا ما بعرف شو. رحت بدي ساعد بأي قوة عندي يعني ما بعرف، بدي اخلق قوة. مسكت لها اجريا، كانوا محصوصين بين حيطين كبار كتير، مستحيل كانوا يلزوا مستحيل حرك ساكن. بس مسكتها هيك من كعب اجرا وقلت لها بدك تحملي بدي شلك اياها لاجرك لو كيف ما كانت الطريقة، وشلتهم هيك بطريقة قوية كتير. هون انكسروا اجريا، بس طبعا احسن ضلوا هيك بهالوضع. المهم بدي ريحها، اي شيء بدي ريحها. كيف الله هيك اعطاني هالقوة والصبر ما بعرف. حسينا على الهزة الساعة 4:15 تقريبا، صارت امي تقول لي امي تعال عندي، امي تعال عندي، امي تعال عندي. انا اما لا لا امي امي طولوا بالكم، قولوا يا الله وتكبروا شوي وتشاهدوا واقول لكم شي دعاء. قلت بدي اروح لحق اذا بدي، قلت بيني وبين حالي اذا بدي اروح افتح الباب واطلع انا لبين ما طلعون بدي يصير شي يعني. قلت احسن اذا بدنا نموت كون الله كاتب لنا نموت هون بنموت هون، الله كاتب لنا نعيش بنعيش. حضنتن وظلت بارك لما مالت الهز، حسيت ان البناية نزلت على الارض ورجعت طلعت مرة تانية. لما حسيت اني صارت تهز كتير بقوة كتير 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 حضنتن وبركنا. لما هزت البناية احنا كنا باركين، انا صرت على جنب مسطوح سطح على جنبي، واهلي ما بعرف كيف كانت وضعيتهم. انا كان السقف نازل على حوضي وعلى اجري وفي ركام وفي هي، وهي ايدي ما بحس فيها كتير، حاس اني مضروب فيها العصب شوي. اذا ما حركتها هيك انا هي ما بتتحرك. كانت فوق ايدي هون في حجرة، واهلي كانوا على ايدي هيك في انقاض هيك كانت قدام الحجرة هيك. صارت الهزة، نحنا ما لحقنا نطلع من باب البناية، فيه القسم الحمد لله في من النجو في من هنا عم يطلعوا، نزل عليهم البناية من فوق ما بعرف حجار ما بعرف شو نزل عليهم تكسروا. في أنا وشاب وواحد تاني كنا ثلاثة يعني ما لحقنا نطلع من باب البناية وهبطت البناية علينا. ف يعني أنا كان معي تليفون من الساعة 5:45 يعني صرنا حتى صار في شبكة وصار في تغطية، تواصلنا مع العالم برا انه نحن بمطرح الفلاني وحددنا مكاننا. كنت معي 2 وانا الثالث، لحتى صارت العالم والاهالي من برا والشباب الاوادم الطيبين. انا بعتبر بكل شكر من كل قلبي انه كتب لي عمر جديد من عند الله ومن عندي. يعني اختي توفت تحت الانقاض، قالت لها ماما انه انا بحبك وسامحيني، وبعدين ماتت. بعدين بده يجي خالي انه ينزلنا، ما قدر لانه وقت اللي بده يلف عمال البناية شاف البناية وقعنا بالارض.
يبكي ويصرخ ويقول يا الله يا الله راحوا اختي ولادها. فنحن هون سمعانينه بس نحن كنا تحت الانقاض صوتنا كان بعيد كتير، يعني ما حدا يقدر يسمعنا. حيط البني نحن قديم الاجر في عنا حيط ريوقع، يعني وقع منه الشقفات والشبابيك هي كلها تهررت بالارض. ايه وبعدين والله جينا لهوني. هلا يوم الزلزال نحن نايمين، فانهز البيت بس انه قوي كتير، يعني وانا بيتي خامس طابق واجار، فانه هز قوي كتير ما حسن تحرك لحتى نوقف الزلزال. حملت الاولاد والمره ونزلنا لتحت، مرتي حامل الشهر الثامن، فنزلنا وقفنا تحت المطار. ثاني يوم الصباح جينا لهون،